فرصة اصنع والله اصنع فرصة. علاقة قوية الحين بينك وبين المتجر اللي تمسكه، خلي يكون التواصل بعدين. التواصل طبعا اكيد بعد البرنامج بيكون اقوى، بيكون عائد اقوى. استغلوا هذا الشيء يا شباب، قبص في حجر وخطط فيما. طيب فهد مبارح موجود معنا في الكونفشن روم، الله يصبحك بالخير يا فهد. يا مرحبا ومسهلا عبد الخالق، شلونك عساك طيب؟ يا هلا ومرحبا، طيب ابشرك والحمد لله على السلامة. يقول امس كنت تعبان، الله يسلمك من كل شر، والله وعك صحية والحمد لله سلامتك ما تربت. ارفعوا صوت فهد الفارح هنا يا شباب، تفضل فهد. مرحبا، الله يحييك. احنا هنا زي ما نطالب بالحق، زين، سواء للمتسابق او عليه. طيب زين، واحنا تمام على مسافه واحده من الجميع، ولو شفنا ظلم على متسابق معين حتى لو ما طالب حقه من حقنا ان احنا هنا نذكره ونعرج عليه. الاسبوع اللي فات كان عندك معاون سفير وسفير، ايه صحيح، ايه انسحب منك في اخر يوم آخر المعاون، صحيح 24 ساعه انسحب مني المعاون. طيب وهذا كان غلط من ابو رزيقه وغلط. طبعا بالمناسبه احنا حاولنا في المحاور، فهد مفارع موجود عندنا تقريبا 3 أو 4 أيام لكن ما تمكننا، يعني انك تكون طالع، يعني يكون في شيء ما يسمح ناخذك في الكونفشن روم. تفضل يا فهد. اول شيء امسي عليكم واشكر ناصر الغامدي اللي تحت الفرصه، اقر عيني بهلي والله يبيض وجهه ويبيض وجه زملائي. قرت عينك. ثاني شيء ابو رزيقه مع احترامي له، لو انه يعني جنرال ويمثل الاسم يطلع بالصوتيه او يحضر ويكلم الشيخ ومعاونيه ويصدر قرار بان اللي عنده منصب في القريه سواء سفير او شيخ ما يستلم شيء ثاني. يطلع بصوتيه ابو رزيقه ويقول حط معاونيك، وطلع لي الدور الرابع او الدور الخامس وهو اصلا مو فيه. هذا الشيء غلط. اجي وتبرد وجهي مع باقي ال 24 ساعه ما هو باسلوب ولا درجات ولا حاله. وين راح تعبي؟ طيب 5 أيام مسافر يا ابو رزيقه مع باقي ال 24 ساعه. جتني معلومه، جملها انه جاك نص قسمت صح؟ ما جاني شيء ولا شيء ولا شيء. كارثه. ابو رزيقه مخلي خطامه على غربها، جاء وخش المجلس، السلام عليكم، نسحب من فهد فارع. طيب فهد، فهد فارع ما هو مقطوع من شيره. طيب اسمع فهد سعودي، اول شيء شهاده حق، يعني في كام فتره المعاونه احنا كلنا نلاحظ اكثر واحد كان يتحرك في اكرام الضيوف في الحركه داخل ويجيب القهوه والشاي فهد بن فارع. صح، شهاده حق كانت في وقت الشيخه. يا اخي الشيخ كيف اختار الشيخ هذاك اليوم والمعاونين؟ كان بالتليفون صح؟ كان يقدر يسوي اتصال الظهر مرسلها. اي كان طال عمره يقدر يسجل صوت، طال عمره اذا يسمح له وقته، يعني ما سياحه مشغول حتى في وقت الكافيات هو جالس في كافي يعني يقدر طال عمره يسجل صوتيه. اما ان فهد فارع يتعب يا اخي. شوف احنا بعيدا عن كونه شيخه او معاون، الرجل فهد بن فارع بطبيعته ها هب ريح، احنا ملاحظين هذا الشيء بشيخه او بغيره. لكن يا اخي هذا حق، دامك انت اعطيت منصب وفي نقاط هذه منافسه. كيف يتعب 5 أيام تجي تبدله بواحد في يوم واحد وياخذ النقاط كلها؟ توك تذكر بعد 5 أيام؟ احنا طلبنا ترى في اول يوم، ترى بالمناسبه فهد فارع انت قدامي، انا اول يوم كنت جالس هنا قلنا تشال من فهد بن فارع. اول شيء التكرار احنا ضده، صحيح. ثاني شيء انه سفاره وش اسمه شيخه، تدري ليش؟ قلنا تشال، لكن دامك هذه معلومه مهمه جدا. ايه احنا طلبنا شوف يا فهد والكلام من الجميع، احنا فهد طلبنا ترى عشان تكون بصوره في اول يوم من هذه الجلسه. طلبنا انا كنت اقول فهد بن فارع اول ما طلب ايه؟ اول ما ظهر في نفس اليوم، صحيح. قلنا شيلوهم من فهد بن فارع، لكن دامه جلس 5 أيام حقه يا اخي. هو يوم طلبني المعاون رفيقي، يوم يطلبني معاون ماني براد. انت ما عندك خطا، الخطا من الجنرال يا فهد بن فارع. هلا سؤال، ليش سوى ابو رزيقه كذا؟ ايش مرئياتك؟ والله يا ابن حلال ما ودي اقول يدور شو ولا احس انها كلمه متكلمه ولا كلمه ما تصلح، لكن ما ادري خش علينا الساعه 2 في الليل سلام عليكم فهد فارع تنشال. على اي اساس؟ ما عاد باقي ال 24 ساعه تاخر، انت لك 5 أيام برا الدوله، ما تقدر اليوم تعتذر تعبان برا مسافر؟ طيب عندي سؤال. اسلم، هذه ثاني مرة يسويها ابو رزيقه، انه يحط معاونين بعدين يشلهم، يعني المرة الأولى دعا فيصل العرجاني بعدين شله، صح؟ ايه هو ما يعرف؟ ما عنده علم؟ والله ما ادري عنه، انا ما اقدر اتكلم بلسانه، لكن اقولها اخطأ على فهد فارع شخصيا. انا عندي لك سؤال، انت
ليش يوم حصل الوضع ما طلبته ابو سلطان؟ والله انا طلبت الاداره كامله. قالوا اي شيء عندك حطه عند خذها كاش. ايش طلبتوني ثلاث ايام وانا والله اني عندي ظروف. طالب ابو سلطان من حقك، لان الجنرال يتبع ترك الدوس. صحيح طلبت الاداره كامله والاداره من ضمنها ابو سلطان. يا فادن فارع، يا فادن فارع، احنا نشوف جميعا، نشوف جميعا ان الحق لك. ولما ظهر اول يوم ظهر فيه قرعة المعاون والسفير في نفس الوقت، طالبنا جميعا هنا يا شاب ترى ما يتكرر اثنين مع بعض. جيت انا هنا قلت انا من اول يوم طالبنا، لكن الاخ نايم مو داري عنه كالعاده طبيعي. لكن اللي يقهر صراحه انه يجيك اخر يوم يسحب منك هذا الشك والنقاط لك مكتسبه، حق مكتسب لك مفترض ما في اي، يعني على الاقل ممكن يا اخي عطى النصف، عطى ثلاث ارباع، شوف لك حل. لكن تسحبها منه، طيب تعطيها مين؟ تعطيه واحد ثاني؟ طيب اخر يوم 24 ساعه حتى. انا اشوف ان اخوياي يستاهلون عشان نقول عشان شوف شوف, شوف شوف عشان تعرفون ان في فرق بين عادي يقولها هو داخل عشان شو وكاركتر معين. يمكن هو ما يفكر. انا ما ودي اطلع الكلمه هذه لانه ما لا لا انا اقول لك هو ما يفكر كالعاده، يعني هين هذه خالصين منها ولا امر زي كذا. الساعه 2 في الليل خلاص ما عاد باقي على اليوم الثاني، خشينا في اليوم الثاني. طيب تجي وتقول لي فهد فارع انزال. عموما يا فهد هذا في ايش كان ردة فعل فهد فارع؟ ايش ليش ما تكلم ذاك اليوم؟ والله يا ابن الحلال ما اقدر اتكلم، تكلمت عليه قلت يا ابو رزيقه ما يصير الكلام ذا. قال لي يا فهد لو سمحت المايك عندي، قلت تفضل فهد. طلعت ورحت الاداره على طول يا ابو معيان، وقال لي الاداره اذا جاك خذها كاش تكلم معهم، والله يبيض وجهكم ما قصرت. اطلب ابو سلطان. طيب يا فهد حبيبي هذا نقطة أولى وخلاص تقفلت وصوت وصل، واحنا نطالب. إيه من اللي يرجع حقه؟ من يرجع حقه؟ احنا نطالب هنا. أنا من اللي يرجع حقه؟ بسلطان. هل سبق وصارت قبل أن أحد ظلم ورجع لحقه في البرنامج؟ من؟ أيوة من؟ كثير. وين؟ يا أخي غيرك في ناس ما ظلموا. لا أنا أشوف حق له. في ناس ما ظلموا ها؟ واستبعدوا ورجعوا مرة ثانية زي فيصل الأرجاني، زين؟ كان غش في البرايم واستبعد ورجع مرة ثانية. هذا لا، هذا نطالب بحق واضح له انه انظلم. وبعدين يا ابو سلطان، ابو سلطان ترى الجنرال يمثلك، اللي عارفه انا ان الجنرال يمثل ابو سلطان هنا. طيب ابو سلطان كم مرة دخل؟ ليش ما اخذت قرار؟ ليش ما اخذت قرار؟ لازم تاخذها كاش يناقشون الموضوع. احنا لازم نمر الحين هنا معلومة ونناقش. انا اعتقد انه لابد ان فهد بن فارع له حق مكتسب في هذا الموضوع. باذن الله يا فهد احنا نضم صوتنا لصوتك انه يرجع حقك كامل بالنسبة ل نقاط المعاون خلال الاسبوع الماضي. الله يعطيكم العافيه. هذه جزئيه معينه. طيب الجزئيه الاخرى؟ الجزئيه الثانيه طال عمرك حنستعرض مقطع فيديو كان قبل اسبوع او اسبوعين تقريبا، نشوفه مع بعض نرجع لك. قهوه تبي تقهوي؟ ثلاجه عطني تحت البث يا ولد، عطني الماء قوم خذ. ايش التصنع هذا اللي بقى عقبودنا؟ لا 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 والله انك متضايق؟ والله العظيم طب انت متصنع؟ لا لو اني متصنع ما اعرف. انا كنت تحت البث غير وفوق البث غير، كنت شاد. انا اتبرى من فهد يوم 25 24. فهد مرحبا. انت الحين تكلمني باي شخصيه؟ انتم الحين خلطتوا الحابل بالنابل طال عمرك. احنا كذا على لا زي ما قلنا الحق نقول بضل حق. صلوا على محمد. صلوا على محمد. نقول حق في جهه ثانيه يعني. صلوا على محمد. الله يبصر رسول الله. بس انا سالتك سؤال هذا عشان اعرف اتعامل معك. اي شخصيه تكلمني فيها الحين؟ بالتحديث الاخير طال عمرك. وش التحديث الاخير؟ التحديث الاخير على اخر مقطع. اللي هو؟ اللي عرضته انت ما هو بنا. ايوه ايش سمعت منه؟ وش شفت انت في المقطع الاخير؟ انك والله خلاص انت اظهر بشخصيه جديده. وش الشخصيه الجديده؟ مو بشخصيه جديده انا. كيف اقول لك؟ انا كنت مخطي. ايوه ومعترف. ايوه واول ناس كنت مخطي عليهم انتم. ايوه ولو انكم تخطون بعض الاحيان، لكن احنا من الرياجيل اللي نعذر. جزاك الله خير. الله يعطيكم العافيه. ربنا بعفوك. احنا ما نخطي، احنا نذكر حقائق وانتم اللي تزعلون. كيفكم عاد؟ شو اسوي؟ طيب اسلم يا فهد. وش بعد؟ ايوه طيب. واخوياك الباقي متصنعين طلعوا على حقيقتهم ولا باقي؟ اخوياي كل ابوهم على راسي من فوق. طيب طلعوا على حقيقتهم ولا باقي؟ انا اعتذر منهم من
تحت قبعة هذا البرلمان على أي كلمة طلعت من فهد لأي شخص أنا آسف 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 والله العظيم حقكم علي أخوياي وقفوا مع فهد آخر لو قفوا معي يوم طلعت الأهلي وهذا أقل شيء يقدمه لهم واللي يبونه أخوياي من فهد يبشرون به. طيب يعني فهد الحين شخصية واحدة خلف البث البث؟ إن شاء الله. طيب والشو اللي سويته أمس يوم رجعت يا فهد؟ أيات حق المقلب وأنت تكلم عن شو أبو رزيقة تتهم أبو رزيقة بالشو؟ إيه. واللي سويته أنت في الكوفيش الروم يوم ما رجعت؟ اللي سويته مقلب في أخوياي لأنهم كانوا أيام خروجية زايد سابر الله يرضى عليه أبو سابر ضيقوا صدر أبو سابر واللي ضيق صدر أبو سابر وغيرهم من أخوياي كأنهم ضيق صدري أنا معي؟ ايوه قلت ابا اضيق صدورهم من سحابي بما اني اشوف غلاي عندهم وشفت وانتم اخوياي مخشوا هل هذه شخصيه فهد المتصنعه ولا غير المتصنعه؟ لا مزحه عادي مزحه من اي شيء فهد لانك انت الحين حطيت كاركتر مزحه عاديه امزح معه انا ماني برايح مع اخوياي ابا احترم احتراما زايد عن اللزوم واكرهه يكرهني لازم في فك وربط انا ما بروح سلام عليكم الله يرضى عليك الله يسعدك لا زال ما في الخوه قومه وقعده وشيل اللي بيه شيل اللي فوق وضربي ما تصلح. طيب يا استاذ فهد مرحبا وفقك الله لما يحبه ويرضى الله يرحم والديك وجهه نظر يا ايش وجهه نظر ايه انا ارى انك باقي متصنع الحمد لله انها وجهه نظر عجل في الشيء يعني مش بتصير خلاص هو رأي وجهه نظرك واحتفظ فلذلك لا لا ما احتفظ بها انا اعطوني راتب عشان اجي اعرض وجهه نظري طيب ما اقدر احتفظ بها فلذلك انا ارى يا ابو فارع ايه فهد شخصيته جميله ايه اظهرها يا فهد تجلى انا مظهرها تجلى مظهرها مره مظهرها شكرا الله يعطيك العافيه هذا انا اطلبه شكرا الله يعطيك العافيه شوف ان فهد بن فارع عرف شخصيته ايام ولحظات ايام كذا ولحظات كذا ايام على حقيقته ايام على ايام متصنع ولحظات على لحظات لكن انا اقول لك فهد لا يحلم موهبته اللي يملكها انا ابغاه كذا بس والله شاعر والله موهوب شاعر متصنع تقدر تقول لا لا أجل ما توصل لشاعر متصنع بالعكس فهد بن فارع موهوب 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 طيب متصنع ولا انا قلت لك ايام ولحظات تعاد انت ايام ايش متصنع ولحظات يعرفها فهد ولحظات شفاف يا عبد الخالق هلا انا اسال يا اخي عادي لا تخلي خطام على غاربها وخل نواف يتكلم لين ينتهي لانك انت لا 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 مقاطعه اصوات مقاطعه اصوات انت اعلامي لك باع كبير اهدى اهدى هذا مو شغلك اعلامي لك هذا مو شغلك مو شغلك مو شغلك مو شغلك خل خلق الله يهرجون مو شغلك لا نواف التميمي انا اعطيك هرج لحظه لحظه مالك شغل مالك شغل ياكل بدينا ثنتين يغص شوف شوف اسمع لا ما بشوف انا بس اعلمك وجهه نظر لا تعلمني انت تعلمني وانا اعلمك لا 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 اسمع مني انا اللي اعلمك ما تعلمني اسمعني اسمع مني مثل ما اسمع منك لا طب اسمعني اسمعني يا فهد فهد هذا شيء ما يخصك حرفيا انتهى نقطة تفضل يا نواف انا قلت لك يعني انا قلت لك هو يملك موهبه عظيمه جدا وهي موهبه الشعر ايه انا قلت لك اتمنى انه يكون يعني مستمر عليه هذا اللي انا اقول لك اياه والايام واللحظات هذه ما راح اقولها فهد يعرفها الله يرحم والديك وفهد يعرف ذلك يعني طيب شوف عاد انت تدرسها انت بكيفك يعني هل انت ايام متصنع ولحظات على حقيقتك او اخوياك اللي ايام متصنعين شكرا يا نواف الله يعطيك العافيه وبيض وجهك يعطيك العافيه بس انا بطلب فهد هلا سعود أول شيء كثروا اللي ينصحوننا ما شاء الله قدمون الرسائل شكرا لنصائحكم يا شباب ذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين الله يجزاكم خير عموا أنفسكم أنتم توكم طالعين حتى توكم بديتوا تعيشوا واقعياتكم الآن فهد أنا بس بطلب طلب فهد بطلب طلب تكفى اسلم تكفى لا تحتفل مرة لا تتحمس في الاحتفال مع زملائك احنا نحتاجهم طيب هد والله هد أنا اللي لي من زملائي بسويه إيه لا لأنك أنت تجي فهد ما شاء الله أنت الله أعطاك بسطة في الجسم ما شاء الله تجي مندفع احتفالك من قلب هد تكفى فهد نعم والله الله سبحان هذا اللي بيني وبين اخوياي اتمنى ما لكم لزوم فيه والله احنا ناخذ راتب عليه احنا ننصح يا ابو دقيقه هذا الاسلوب هذا الاسلوب هذا هذه حقيقتك ولا تصنع لا هذا حقيقتك الان بدك تظهر فهد الحقيقيه الكل الان بدك تطلع فهد الحقيقي كل ردت فعل يا عبد الخالق احنا الان الحين بعطيك نصيحه انا حاولت انصحكم ولا تقبلت النصيحه إيه؟ عشان بس تعرف عشان تعرف يا فهد معلمك اللي معلمك هذه نصيحه عبد الله الروقي صدق علمنا من هو عبد الله الروقي اللي قال اطلع اقول هذه النصيحه ابو شحاب يعيش ابو شحاب إيه بس علمنا يعيش 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 على راسي من فوق اسمع اتعلم منه والله استاذي عبد الله الروقي طيب استاذك عبد الروقي استاذك انت فهد
فهد استاذك انت اصلا من يوم قلت تحت قبه هذا البرنامج انا اتشرف وانا عارف انه اتشرف انه موجه اتشرف اني طالب انت لست الا اداه انت لست الا اداه اليوم بس تقدم بلسان عبد الله الروقي بس عبد الله الروقي احنا اعطيناك نصيحه ولا حطها واطلع بشخصيتك كيف ابو عابد ومن معه المتسابقين الباقي فهد مفارع كل ابوهم فهد مفارع اسلم عموما عشان بس مو فرصة هذه شخصيتي الحقيقية فرصة عشان تتعلم طلعنا شخصيتي الحقيقية فهد فارع فهد فارع كما اعطينا درس بمجان لغيرك هذا درس برضو بمجان في خلال دقيقة واحدة مداخلة كشفت فيها حقيقة المتصنعة او عفوا طبيعة المتصنعة وطبيعتك الحقيقية انا ماني متقبل منك اوكي اتمنى تعلم هذا الدرس بالمجال شكرا يا فهد اسعدكم ان شاء الله يعطيك العافيه وانا اسف اذا اخطيت عليكم حبيبي. الله يوفقك يا حبيبي الحين بدا يرجع متصنع الله يحييكم طيب الله يعطيك